بعد أن يخسر عدنان القضية، يقرر قتل يوشاري الذي يحمل له ضغينة. قام بتعيين كوراي لهذا الغرض. على الرغم من أن كوراي لا يريد ذلك، إلا أنه مجبر على فعل ما يقوله عدنان. يضرب يوشار بسيارة، يترك كان رسالة مجهولة المصدر على باب أسلم. يجد أوزان هذه الرسالة التي تفيد بأن كان آسف جداً وأن أسلم بريء، لكنه لا يستطيع أن يفهم من تركها. بيرسين مستعد للزواج. تشعر جولد أن هناك شيئاً غريباً في زواج بيرسين وأوزان. بينما يهتز أوزان لخبر حمل بيرسين، فهو لا يعلم أن هناك تحضيرات لحفلة في منزلهم. بينما يملأ انتصار يوشار على عدنان الجميع بالبهجة، تصل الرسالة أخيراً إلى صاحبها الشرعي، فاتح على وشك أن يقرر أنه بحاجة للتخلص من كان الذي كان يخفيه منذ أيام. كوراي يخبر إيلول أن الطفل هو طفله. يبدأ الشك بالسقوط على إيلول. بفضل دعم يشار ياجز، فاز بالقضية ضد عدنان. تعلم إيلول أن ياجز ساعدها. بيرسين تظهر لأبيها ووالدتها أنها حامل. عالقاً في الزاوية، يقبل أوزان أن يتزوج من بيرسين. وفي الوقت نفسه، أسلم مهتم بجوليدا، راضية التي علمت أن طفل إيلول من ياجز، تضع خطة جديدة. تلاحق جولد ما تتذكره قطعة قطعة. تبدأ بيرسين في تنفيذ خططها واحدة تلو الأخرى لإقناع أوزان بحملها. تبدأ أسلم العمل كمقدمة رعاية لجولد. جولد تحبه كثيراً. تحاول بيرسين أن تثبت لأوزان أنها حامل، لكن أوزان الذي وجد اختبار الحمل يعتقد أنه اختبار أسلم ويستنتج أن أسلم حامل. بينما كانت راضية على وشك الإعلان عن والدي إيلول ويغيز الحقيقيين في العشاء الذي دعت إليه الجميع، علمت أن إيلول حامل من ياجز. قررت أنها بحاجة إلى إجهاض الطفل. يسار يلكم عدنان ويغضب بشدة من إيلول بسبب ذهابها إلى ذلك العشاء. بعد ترك وظيفتها في المدرسة، تتخذ أسلم خطواتها الأولى لبدء حياة جديدة مع والدتها. بينما يحاول أوزان استعادة ذاكرة جولد، فإنه يبحث أيضاً عن شخص يعتني بوالدته. تكتب إيلول رسالة لتتركها لطفلها الذي لم يولد بعد. تعتقد راضية أن الوقت قد حان للكشف عن السر الكبير الذي تحمله. حقي يختطف نرمين ويتركها لتموت في منزل منعزل. ينقذه إيلول ويأخذه إلى المستشفى. نرمين تطلب منه ألا يخبر أحداً بهذا الموقف. تفتح جولد عينيها وتخبر جيفت أن أسلم بريء. يريد أن يرى أوزان. بينما تحاول جيفت إعادة أوزان وأسلم إلى المنزل، يعلم فاتح أن جولد قد أفاقت، ويعود إلى المنزل ويخنق جولد بوسادة. لكن جولد لا تموت، يعود إلى الحياة بتدخل أسلم. وعندما أفاق، كانت ذاكرته وقدراته العقلية قد اختفت إلى حد كبير. تذهب أسلم إلى منزل أوزان لجمع أمتعتها من أجل الانفصال عن أوزان تماماً. يشعر أوزان بالقلق على جولد ولا يطيق الانتظار لإعادتها إلى المنزل. بينما تتألم نرمين من ألم إنجاب طفل، يلاحظ ياغيز التغيير فيها. زيارة إيلول لأصدقائها ستجعلها تشهد حدثاً غير متوقع. يقبض إيلول وياجز على كان ويحضرانه إلى المحكمة، لكن كان يهرب من قاعة المحكمة بمساعدة فاتح. طلاق أسلم وأوزان. نرمين تسعى وراء أبنتها. يصلون مع راضية إلى رجل يدعى حقي يعيش في منزل عائلة يوشار القديم. الرجل الذي يقول إنه سيكشف مكان الفتاة مقابل 100,000 ليرة يحضر نرمين إلى القبر. راضية منعت نرمين من الوصول إلى إيلول. جولد تفتح عينيها. بمجرد أن يفتحه يقول لنفسه أن أسلم بريء. مع اقتراب موعد محكمة طلاق أوزان وأسلم، تتضافر جهود إيلول وياجز للبحث عن الحقيقة. فاتح وبيرسين على وشك الوصول إلى هدفهما بخطوات واثقة،
والشخص الوحيد الذي يستطيع وضع حد لكل هذه الفوضى لا يزال يركض فاقداً للوعي في غرفة المستشفى. يتخذ ياجز الإجراءات اللازمة لمعرفة حقيقة حمل إلول، بينما تنسحق أسلم تحت وطأة الافتراءات التي تتعرض لها. ستدرك أن حياة صعبة تنتظر هدية ونفسها. وبينما يحاول برشين التخلص من المفاجأة السيئة التي عاشها، سيدرك أن لديه فرصة بالفعل. بينما تحاول أسلم إثبات براءتها، يزداد ابتعاد أوزان عنها أكثر فأكثر. انعدم قدرة يابز وإلول على الانفصال عن بعضهما البعض، يجعل العائلتين وجهاً لوجه مرة أخرى. بينما تحاول إلول الابتعاد عن يابز، تبدأ علامات الاستفهام في ذهن يابز في التزايد. بينما كان على وشك إخبار أوزان أن كل شيء هو خطة فاتح، يهدده فاتح بعائلته. كان لا يستطيع الكلام. انفصل أسلم تماماً عن الحياة لأن أوزان لم يؤمن بنفسه وألقى خاتمه بعيداً. إنه بائس. يحافظ ياجز على اعتقاده بأن إلول لا يزال يحبه وأن زواجه مجرد خيال. لكن بينما كانوا يناقشون هذا الأمر، قامت نرمين وعدنان اللذان وجهتهما راضية إلى هناك بمداهمة منزلهما. إنهم يهنون إلول. يواجههم ياجز ويطارد إلول. تجاهل ياجز حياته وأنقذ حياة إلول، لكنه عرض صحته للخطر. على الرغم من أن أسلم يتعرض لجريمة كبيرة وافتراء كبير، إلا أن رغبتها الوحيدة هي جعل أوزان يؤمن بها. على الرغم من أن كان يدرك مدى خطورة الدخول في لعبة فاتح، إلا أنه ربما يكون قد فات الأوان على كل شيء. تجاهل ياجز حياته وأنقذ حياة إلول، لكنه عرض صحته للخطر. على الرغم من أن أسلم يتعرض لجريمة كبيرة وافتراء كبير، إلا أن رغبتها الوحيدة هي جعل أوزان يؤمن بها. على الرغم من أن كان يدرك مدى خطورة الدخول في لعبة فاتح، إلا أنه ربما يكون قد فات الأوان على كل شيء. إلول معرضة لخطر الحرق في المنزل. يدرك ياجز أنه لا يزال يحب إلول، لكنه لا يستطيع فهم مشاعر إلول تجاهه. بعد معرفة كل شيء عن أسلم وكان، تفقد جولد وعيها. لا يستطيع الشاعر معرفة الحقيقة. يواصل برسين التلاعب بأوزان بشأن تعرضه للخيانة مع كان. يحصل برسين على دليل يعتقد أنه سيدمر أسلم في عيون أوزان، ويأخذه على الفور إلى أوزان. في موازات ذلك، تشك جولد في بعض الأمور وتلاحق أسلم، وتجد نفسها في موقف لم تتوقعه أبداً.